لما دخل بيت أبي عبيدة وجده ينام على حصير وعنده دلو من جلد قربة قديمة بيشرب منها. ده أثاث أبو عبيدة عمرو بن الجراح. فسيدنا عمر قال: كل أصابت منه الدنيا إلا أبا عبيدة. قال احنا كلنا الدنيا خدت مننا إلا الرجل. سيدنا عمر انت الدنيا خدت منك ايه يا سيدنا عمر؟ يا بتاع الزيت والخل ايه يعني؟ قال بس شوف ابو عبيده. قال ابدا. يبقى الصحابه شافوا دنيا لكن بيشهد لابي عبيده. لذا قال للصحابه تمنوا، كل واحد يقول اكبر امنيه عنده، فكانت امانيهم كلها لله. قال احدهم: اتمنى لو ان هذا البيت ملئ ذهبا انفقه في سبيل الله. ما قالش لا اجوز بيه الولاد واعمل، لا في سبيل الله. فعمر مش مع الأمنية دي، لكن لم يقلل منها، قال أتمنوا. فقال الآخر: أتمنى لو أن هذا البيت ملئ مالا أو فضة أو. قال أتمنوا. فشعروا أن عمر في نفسه أمر آخر. قالوا: قل أنت يا أمير المؤمنين. قال: أتمنى لو أن هذا البيت ملئ رجالا كأبي عبيدة. ده أثقل من الذهب، أغلى من الماس، أفضل من كل اللي انت بتروح عليه. أتمنى لو أن هذا البيت ملئ رجالا كأمثال أبي عبيدة رضي الله عنه. محدش أظن ده تعبيري أنا، ممكن أكون مخطئ تعبيري أنا، إنه مش فيش حد من الصحابة كان عنده حصانة عند سيدنا عمر غير سيدنا أبو عبيدة. كان عنده حصانة. ازاي عنده حصانة؟ سيدنا سعد لما شق الناس الغلابة واقفين كده ايام سيدنا عمر وملتفين حوله، فسيدنا سعد بن ابي وقاص عمل ايه؟ وسعه عشان يكلم سيدنا عمر. فلما وصل لسيدنا عمر علاه بالدرة، قال له: لم تهب سلطان الله في الارض، فاردت ان اعلمك ان سلطان الله لا يهابك.